بقول مدام الموضوع في إفادة في النهاية، ومدام هيطلع بدون أي تجاوزات، خلاص هو مطلوب مدام إحنا هنستفيد منه في النهاية. إحنا عملنا الحلقة اللي فاتت حلقة أنا لقيت يعني رد فعل منكم كويس قوي ومقبول ومرضي بالنسبة لي، وفي بعض الناس اقترحت أي قالت طب إحنا بقى عايزين التوافقات في العلاقة. يعني التوافقات في العلاقة، مين الأبراج اللي هتتوافق مع بعضها؟ أنا رتبت لكم كل الأبراج عبارة عن 6 مراحل، كل مرحلة فيها برجين من السادس للمركز الأول، وكل ما نطلع طبعا هناخد برجين في العلاقة أكثر انسجاما وتوافقا. كالعادة اكتبوا لي توقعاتكم، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان رحب بيه، اللي ما اشتركش في القناة اشترك، ده عشان بقية الحلقات توصل له باستمرار. ويلا بينا نبتدي. السادس، حد توقع رغم ان ممكن يكون في اختلاف بينهم في الموضوع ده، ولكن صراحة يعتبر برج الجوزاء وبرج القوس ايا كانت الاطراف، عشان في بعض اصدقائنا بيسألوا انت بتتكلم عن الرجالة بس ولا الاتنين؟ لا انا بتكلم عن الجنسين، رجل او امرأة برج القوس مع رجل او امرأة برج الجوزاء، ايا كان الاطراف يعني هيجي معانا في المركز السادس، وهي من افضل التوافقات في موضوع حلقتنا دي. وان كان بقول دايما عشان في بعض الناس تيجي في التعليقات تقول لا ده نعرف كذا ما بينطبقش عليه الكلام ده، وفي برج كذا، انا قلت دايما لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ودي طبيعة الحياة، بس اغلب مواليد الابراج دي كويسة مع بعضها. جوزاء مع قوس، رغم ان برج القوس من الابراج العنيفة في الموضوع ده، والجوزاء يعني الدنيا هادية عنده شوية، ولكن في حاجات تانية تجعل التوافق بينهم في انسجام ومحبب الى حد ما، لانه اقل التوافقات معانا في حلقة النهاردة في الموضوع ده عشان بيجي في المركز السادس، يعني ما هو زي المركز الخامس اللي احنا طالعين له دلوقتي كده. قبل ما نطلع للمركز الخامس، رجاء الحلقات دي حلقات نادرة قوي، واللي هيتكلم عنها قليلين قوي، وصدقوني مهمة قوي ومفيدة قوي. لو شايفينها زي ما انا بقول كده، رجاء تدوسوا لايك لحاجة واحدة بس، توصل لبقية اصدقائنا والاكبر قدر من الناس، وكمان شيروا على قد ما تقدروا. شايفينها ملهاش اي افادة من وجهة نظركم، دوس لايك وقولوا لي السبب، يعني ديس لايك وقولوا لي السبب، وانا راضي بضميركم. عامة في المركز الخامس، واحدة من اعلى التوافقات في الموضوع ده، الميزان والدلو، وما ادراك بالرايق برج الدلو مع العسل برج الميزان حينما يلتقوا، هتبقى العملية يعني انسجام ما بعده انسجام. البرجين دول من الابراج اللي حرفيا زيهم زي القوس والجوزاء، بيحبوا الحياة وأعداء النكد، وبيحبوا الانطلاق وبيحبوا المغامرات، وبأبراج زي ما احنا بنقول كده أبراج عاشقة للحياة وللاستمتاع. استمتاعهم بالحياة من نوع خاص يختلف، نحن نختلف عن الآخرين. لما نتكلم عن الميزان وبرج الدلو اللي بيجوا في المركز الخامس، نطلع في المراكز أكتر، نخش التوافق أفضل وأحسن وأروع واجمل. حد توقع مين الكابلز اللي هيكون معانا في المرحلة الرابعة واحنا طالعين كده؟ معانا برج الثور وبرج الجدي، ايا كانت الاطراف، الاتنين دول بينهم كيمياء كبيرة قوي، كيمياء كبيرة قوي في الموضوع بتاع حلقة النهاردة، بيجعل في انسجام وتناغم وتجاذب كبير قوي بين الطرفين. برج الثور وبرج الجدي من الابراج اللي ليها طابع خاص، ابراج كده تقيله، يعني ابراج يتقال عليها تقيله في الموضوع ده، او تقيله في العلاقه بشكل عام، من اعلى التوافقات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، ويفهموا بعض بنظره عين، مش محتاجين ابدا كلام، كل واحد فيهم يقدر ان هو يحس بالتاني ويفهم هو بيحب ايه وبيكره ايه. الاتنين اذكياء قوي مع بعض، يعني الجدي والطور لما يلتقوا تشعر ان الذكاء بتاعهم او مستوى الذكاء بيعلى. احنا دلوقتي طالعين على اكتر 3 مستويات توافقا في الموضوع ده. من اول اللي في المركز الثالث، حد توقع معانا واحدة من اقوى التوافقات ما بين برج العقرب المائي وبرج العذراء الترابي، نوع من انواع الانجذاب الخفي والغير واضح والغير صريح بين البرجين دول بشكل عام، وهي ابراج لا تنسى بعضها. يعني برج العقرب وبرج العذراء من الصعب ان هما يقتنعوا، اذا هما
التقوا في علاقة من الصعب ان هم يفكروا في بديل او يشوفوا ان في بديل ممكن يكون افضل. بينهم انجذاب وكيمياء وتوافق عالي قوي في الموضوع ده، شريحة كبيرة قوي من مواليد الابراج دي في الموضوع ده، بيكون التوافق اللي بينهم توافق جميل ويستحق الاعجاب ويستحق الاشادة. علشان كده دايما لما حد بيلاقي في شريك حياته ان في طباع متوافقة مع بعضها، طبعا بتكون الحياة افضل، طبعا بتكون الحياة اسلم واجمل واهنأ واسعد. وهو ده هدفنا عامة من نوعية او تقديم نوعية حلقات زي دي، صعود، نستمر في الصعود ونطلع فوق اكتر واكتر للمركز الثاني. الحب الحب، والجمال الجمال، واللفلفة والعاطفة، والاندماج النووي الحراري ما بين برج الحوت وما بين برج السرطان من أجمل التوافقات وأهنأها وأفضلها على الإطلاق في الموضوع ده، وإلا ما كانوش جم في المركز التاني. وبكده أكيد كل المشاهدين دلوقتي عرفوا مين اللي هيتصدروا التصنيف في حلقة النهاردة، مين أفضل وأحسن وأكتر برجين متوافقين مع بعض في الموضوع ده. بس قبل ما نروح لهم، عايزين نتكلم عن أصحاب المركز التاني وإزاي طبيعتهم الرقيقة والحنية والرومانسية والهدوء واللطافة اللي في شخصيتهم، إزاي بتعمل مفعول السحر في التوافق ده، أو في نسبته أو في درجته أو في قوته بأيا كان. وأنا برضو عايز أقول حاجة عشان ما يختلطش على أصدقائنا الأمر، يعني التوافق في موضوع حلقتنا بتاع النهاردة مالوش علاقة بالتوافق في الحياة العامة، برضو عشان نفهم. أنا ممكن أكون أنا والطرف ده طباعنا، يعني مش شرط طباعنا مع بعض في الحياة العامة، واحد شرقي والتاني غربي، عندي وعدم تنازل ويعني بيضربوا بعض بالجزم، ولكن في الموضوع ده بتختلف الأمور برضو عشان محدش يربط. وإن كان أغلب الأبراج هتلاقوها حتى في الحياة العامة متوافقة في علم الفلك مع بعضها، ولكن دي حاجة ودي حاجة، ده اللي أنا عايز أنبه ليه. على فكرة طبعا في توافقات تانية برضو عايز أقول، عشان في بعض أصدقائنا يعني واحد ممكن برج حوت يقول لي هو أنا ما توافقش غير مع برج السرطان بس، لا أنت تتوافق مع أبراج كتير أوي في الموضوع ده، بس ده أعلى برج، أفضل برج ليك، لأن ما كانش ينفع إن احنا نقول كل برج برج مين هيتوافق معاه، الحلقة هتضرب في 3 ساعات. طبعا انتم مش فاضيين لكده، ولازم نختصر وبنحط خطوط عريضة دايما بقول نقدر من خلالها إن احنا نبني حياتنا بناء على المعلومات القوية والمهمة اللي احنا بناخدها من حلقات زي دي. هيتصدر التصنيف والترتيب أجمل وأفضل وأعلى التوافقات في الموضوع ده حلبة مصارعة زي ما احنا بنقول، الحرب العالمية الثالثة ما بين برج الأسد وبرج الحمل، برجين أقوياء، برجين ناريين، برجين بينهم كيمياء ودرجة إحساس وتناغم وتجانس عالية أوي، بتجعلهم أفضل طرفين معانا في حلقة النهاردة في الأبراج كلها في الموضوع ده. حتى التوافق بشكل عام توافق عالي ومحبب وجميل جدا. طبعا احنا كنا بدأنا بقى في الموضوع ده وانا لقيت بصراحة ان في اقبال كبير عليه، لان محدش بيتكلم عن ده. ما هو المشكلة ان المواضيع اللي زي دي بتلاقي اللي بيتطرق ليها قليل قوي، فمدام انتم حابين الافادة من المواضيع اللي زي دي ما عنديش مشكلة ان انا اعملها. لو اي حد عنده اي اقتراح تاني شبيه بالمواضيع دي يكتب لي في التعليقات، لو انتم موافقين عليه ادعموه بلايك، بعرف ان هو مهم، بنزله في المنتدى بلاقي نسبة كبيرة. على فكرة الموضوع ده 90% انا نزلته في المنتدى 90% موافقين. انا ما يعني اي مواضيع عامة سواء جريئة او مختلفة ما بعملهاش الا لما باخد رايكم، 90% نسبة التصويت والمنتدى موجود، ادخلوا بصوا قبل ما نعمل ونسجل الحلقة. وانا برحب بالافكار دايما الجديدة والحقائق المختلفة دي، ايه المشكلة لما نكون ملمين باكبر قدر من المعلومات، ما ده شور واكيد هيساعدنا ان احنا يعني نسير بحياتنا الى الافضل ومحدش واخد منها حاجة، نعيش سعداء
وده المطلوب، هو العمر كله ساعات، يعني ما نفهم طباع بعض عشان نعرف نتعامل ونتناغم ونسعد بعض. ايه المشكلة يا جماعة؟ يعني عامة اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي، الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية، كل الروابط دي موجودة في وصف الفيديو. اول تعليق اشتركوا شرفوني وبعتولي، واتشرف بالانضمامكم ليا. عامة على كل حال، وتصبحوا على خير.